مؤخرا بقينا نصحى كل يوم على خبر او فيديو جديد لواحد ذبح مراته، او واحده قطعت جوزها لقطع ورمته، او واحد رمى مراته من البلكونه، وغيرهم من جرائم القتل الكتير المنتشره. ولكن النهارده احنا هنقول لكم على اغرب جريمه قتل حصلت في العالم كله، وهي جريمه قتل إيسدور فانيك. في سنه 1929 وبالتحديد في نيويورك، لقت الشرطه نفسها قدام واقعه اغرب من قصص شارلوك هولمز، وهي قتل اليهودي البولندي إيسدور فانيك. في بدايه القرن العشرين ساب إيسدور بولندا وهاجر للولايات المتحدة واستقر في نيويورك، وكان بيملك مغسلة وعايش في أوضة صغيرة جنبيها. كان معروف عن الشخص ده إنه شكاك جدا، ودايما كان عنده هسس إنه هيتسرق، وعلشان كده قفل كل الشبابيك بتاعة الأوضة بالخشب والمسامير، وكمان كان حاطط قفل للباب ودايما كان مقفول. مش بس كده، ده كمان وصلت بيه المرحلة الجنونية من الشك إنه ما بقاش يتعامل مع أي زباين غير اللي يعرفهم قبل كده. وفي ليلة 9 مارس 1929 حوالي الساعة 10:15 بعد ما وصل إيسدور الغسيل لزباينه، بعدها بحوالي 15 دقيقة سمع الجيران صوت عالي جدا لحد بيصرخ طالع من الأوضة بتاعته، وده خلاهم يتصلوا بالشرطة. ولما وصلت الشرطة معرفتش تدخل الأوضة لأن الباب كان مقفول، وكمان كل الشبابيك كانت متمسمرة زي ما قلنا قبل كده. فكان المدخل الوحيد للأوضة هو شباك قلاب صغير جدا فوق الباب، وطبعا ده صعب جدا. صعب ايه؟ ده مستحيل حد من الشرطة يقدر يدخل منه لجوه الأوضة. فكروا ممكن يعملوا ايه، وما كانش فيه حل غير انهم يجيبوا طفل صغير يحاولوا يدخلوه من الشباك علشان يفتح لهم الباب. ولما دخلوا لقوا جثة إيسدور فانيك موجودة على الأرض ومضروب بثلاث طلقات، واحدة في ايده واثنين في صدره. الغريب هنا ان مفيش اي حد من الجيران سمع صوت ضرب نار، فحتى لو كان اللي قتله استخدم كاتم صوت، فكاتم الصوت بيخلي فيه صعوبة اننا نعرف المكان اللي ضربت منه الطلقة مش صوت الطلقة نفسها. ولقت الشرطة كمان على ايد إيسدور بارود، وده بيوضح ان الطلقة ضربت من مكان قريب جدا. كمان لقت الشرطة ان الفلوس اللي كانت في جيبه زي ما هي، وكمان هو كان بيحتفظ بمكنة فلوس فلقوها زي ما هي ما تلمستش. ولما فحصوا الأوضة ما لقوش اي حمض نووي لشخص تاني غير إيسدور، وغير كده ما لقوش اي باب سري ولا حتى اي أوضة مستخبية، وده اللي خلاهم يفكروا انها عملية انتحار. ولكن النظرية دي كانت مستحيلة لانهم ما لقوش المسدس في اي مكان، وده خلاهم يرجعوا للنظرية الاولى انها جريمة قتل مش انتحار. كان في نظريتين ازاي تمت العملية. اولهم ان القاتل دخل من الشباك القلاب، ولكن ده مستحيل لان الوحيد اللي يقدر يدخل من الشباك ده هو طفل صغير، وكمان صعب جدا انه يعمل ده من غير ما يسيب اثر ولو حتى صغير. اما التانية وهي ان القاتل ضرب الطلقه عن طريق الشباك، ولكن ده برضو مش منطقي لان الطلقه ضربت من مكان قريب جدا، وكمان مكان الشباك مش مظبوط خالص مع مكان الضرب. وفي النهايه صرح مفوض شرطه نيويورك ادوارد مولروني ان القضيه دي غير قابله للحل، وقدينا هو بعد 93 سنة من حدوثها وبرضه لسه ما وصلناش، وعلى الأغلب الجاني زمانه مات هو كمان. انت كمان قولنا في الكومنتس، تفتكر القاتل عرف يهرب من غير أي أثر يدينه؟ واستنوني في حلقة تانية من عجيبة دي.